موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله: فإن قال قائل فما جعل قول من قال قد نزل بعد ذلك فرض أولى من قول من قال لم ينزل؟ قيل لأن الذي قال لم ينزل مخبر أنه لا يعلم نزول فرض، والنفي لا يكون شهادة، والشهادة قول من قال نزل، وغير جائز دفع خبر الصادق فيما أمكن أن يكون فيه صادقا. هذا هو طبعا ده ترجيح، عشان يقول اليوم أكملت دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم يعني حجكم. وقلنا أن الصحيح أنه إكمال الدين، وأنه لم ينزل بعد حجة الوداع فرائض، بعد هذه الآية لم ينزل فرائض. وهو يقول في الترجيح أن ده نافي وده مثبت، والمثبت مقدم على النافي. هو في الحقيقة هذا الكلام ليس ظاهرا، لأن المثبت كلامه يحتمل التأويل ليوافق ظاهر القرآن وظاهر فهم الصحابة رضي الله عنهم لهذه الآية الكريمة، كما ذكرناه عن عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه لو كان أكملت لكم حجكم وقد اكتمل قبل ذلك الصيام، وقد اكتمل قبل ذلك الصلاة، وقد اكتمل قبل ذلك الزكاة، فما المعنى الذي يقتضي أن يكون هناك عيد من أجل نزول هذه الآية، إلا أن يكون المعنى إكمال الدين وإتمام النعمة التامة بهذا الدين، وأنه سبحانه رضي الإسلام، فالإسلام قد اكتمل حيث قال عز وجل في الآية: ورضيت لكم الإسلام، وليس فقط الحج. فلذلك نقول حتى قول البراء رضي الله عنه آخر آية نزلت ويستفتونك في النساء يعارض بقول غيره آخر آية نزلت، قوله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فأقوال الصحابة متعارضة، وهي موقوفة، كل يخبر بحسب علمه، وهو لم يقل، البراء لم يقل نزلت ويستفتونك في النساء، ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، لم يقل نزلت بعد حجة الوداع حتى يثبت ما قاله ابن جرير. فالآخرية نسبية، آخر ما نزل من آيات المواريث كما ذكرنا، فليس ما احتج به بحجة صحيحة على ترجيح قوله في تفسير الآية. والأولى ما ذكرنا من يعني أنها على معنى الدين، كما هو قول جماهير السلف الذين ذكر أقوالهم رضي الله عنهم، وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نقول هذا المعنى الذي ثبت يعني دليل قوي عليه
من حديث عمر: قد علمت أي آية أي يوم نزلت وفي أي وقت وفي أي مكان، وكلاهما بحمد الله عيد. نستكمل ذكر بعض الأحاديث. الحديث كما ذكرنا متفق عليه، ذكر ابن كثير رحمه الله. روى ابن جرير عن قبيصة يعني ابن دؤيب قال: قال كعب: لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه. فقال عمر: أي آية يا كعب؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي أنزلت فيه، نزلت في يوم جمعة ويوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد. عن ابن جرير أن ابن عباس قرأ: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال يهودي: لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا. فقال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين، يوم عيد ويوم جمعة. ده دليل على أن عرفة يسمى عيد لأنه يعتاد فيه من الأفعال العظيمة من العبادات ما لا يكون في غيره. عن محمد بن الحنفية عن علي قال: نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم عشية عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم، عشية يعني آخر النهار يعني. رواه ابن ورد ويه. وروى ابن جرير عن عمرو بن قيس السكوني أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر ينتزع بهذه الآية، ينتزع أن يستدل أو يقرأ: اليوم أكملت لكم دينكم، حتى ختمها فقال: نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة. عن سمرة: نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يوم عرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على الموقف. فأما ما رواه ابن جرير وابن وردويه والطبراني عن ابن عباس قال: ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وخرج من مكة يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وفتح بدرا يوم الاثنين، وأنزلت سورة المائدة يوم الاثنين، اليوم أكملت لكم دينكم، ورفع الذكر يوم الاثنين. أثر غريب وإسناده ضعيف. وأيضا الحديث الذي رواه أحمد عن حنش الصنعاني وهو ضعيف، عن ابن عباس قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، واستنبئ يعني نزل عليه الوحي بقى نبي يوم الاثنين، وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين، ووضع الحجر الأسود أو وضع الحجر الأسود يوم الاثنين. هذا لفظ أحمد، ولم يذكر نزول المائدة يوم الاثنين، وهذا أيضا ضعيف كما ذكرنا. وقال ابن جرير: وقد قيل ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس، وهذا ضعيف جدا بعد ثبوت الأحاديث. لذا قال ابن كثير: بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية أنها نزلت يوم عرفة وكان يوم جمعة، كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأول ملوك الإسلام معاوية ابن أبي سفيان وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وسمرة ابن جندب وأرسله الشعبي وقتادة ابن دعامة وشهر ابن حوشب وغير واحد من الأئمة والعلماء رضي الله عنه. قال ابن جرير رحمه الله: القول في تأويل قوله وأتممت عليكم نعمتي يعني جل ثناؤه بذلك، وأتممت نعمتي أيها المؤمنون بإظهاركم على عدوي وعدوكم من المشركين
ونفي إياهم عن بلادكم وقطعي طمعهم من رجوعكم وعودكم إلى ما كنتم عليه من الشرك. عن ابن عباس قال: كان المشركون والمسلمون يحجون جميعا، فلما نزلت براءة فنفى المشركين عن البيت، وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين، فكأن ذلك من تمام النعمة وأتممت عليكم نعمتي. يا الله أعلم، فكان ذلك مش فكأن، عندكم إيه؟ هي فكان ذلك من تمام النعمة وأتممت عليكم نعمتي، هو بلا شك من تمام النعمة. عن قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، يوم جمعة، حين نفى الله المشركين عن المسجد الحرام وأخلص للمسلمين حجهم. عن الشعبي قال: نزلت هذه الآية يوم عرفات حيث هدم منار الجاهلية، أو هدم منار الجاهلية يعني علاماتهم ومعالمها، واضمحل الشرك، ولم يحج معهم في ذلك العام مشرك. يعني عن عامر الشعبي يعني: في هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، قال: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات، وقد أطاف به الناس، وتهدمت منار الجاهلية ومناسكهم، واضمحل الشرك، ولم يطف حول البيت عريان، فأنزل الله: اليوم أكملت لكم دينكم. وقوله: ورضيت لكم الإسلام دينا، قال يعني بذلك جل ثناؤه: ورضيت لكم الاستسلام لأمري والانقياد لطاعتي على ما شرعت لكم من حدوده وفرائضه ومعالمه دينا، يعني بذلك طاعة منكم لي. دان بكذا أطاع. فإن قال قائل: أو ما كان الله راضيا الإسلام لعباده إلا يوم أنزل هذه الآية؟ قيل: لم يزل الله راضيا لخلقه الإسلام دينا، ولكنه جل ثناؤه لم يزل يصرف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه في درجاته ومراتبه درجة بعد درجة ومرتبة بعد مرتبة وحالا بعد حال، حتى أكمل لهم شرائعه ومعالمه وبلغ بهم أقصى درجاته ومراتبه. سبحان الله، رجع هو إلى القول الذي استنكره أو الذي اختار غيره، رجح غيره عليه، إن هو رضيت لكم الإسلام ذكر في هذا الموضع لأنه اكتمل. قال: ثم قال حين أنزل عليهم هذه الآية: ورضيت لكم الإسلام دينا، بالصفة التي هو بها اليوم والحال التي أنتم عليها اليوم منه دينا، فالزموه ولا تفارقوا. ولذلك قال غير واحد من العلماء: ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا فهو اليوم دين، وما لم يكن دينا فليس بدين، عشان دم البدع، ان الدين قد اكتمل. فاللي بيخترعوا البدع سواء عقائد او عبادات او منازل قلوب، نقول لهم هو ده من الدين الذي اكمله الله، ولا انت بتزودوا حاجه جديده. طب بعد يقول لك: طب ما الناس بتالف كتب ليه وبيوسعوا ليه ويشرح؟ اللي مبنى علمه وشرحه على شرح ما نزل من الدين وتوضيحه للناس، يبقى هو ده العلم والاستنباط منه. اما ان الناس تخترع شيئا جديدا، يبقى ده فعلا طعن في كمال الدين.
أن الدين قد كمل، فمن يدعي أنه يريد أن يكمله بشيء آخر ضاع على باطل. وأما من شرح ما نزل وبين ما اكتمل فهذا هو الواجب. كلام العلماء الأئمة الكبار كلهم يدورون حول الوحي المنزل، بل صاروا أئمة بذلك، خلافا لمن يزعم أن الناس لا ينبغي أن يعلموا الوحي، وإنما يعلموا التقليد أو يعلموا علم الكلام أو يعلموا البدع في العبادات وفي الأوراد وفي الأذكار وفي منازل القلوب، وأن هذا هو الواجب لأن الناس لا يفهمون. الحقيقة إنما صار الأئمة الأربعة وغير الأربعة أئمة لأنهم داروا حول الوحي، والمعركة الكبرى في الحقيقة مع أعداء الأمة حول الوحي، حول ما أكمله الله من الدين من الكتاب والسنة. وليس هم أصلا مش عايزين الناس ترجع إلى النصوص ولا يحتجوا بالنصوص، عايزين العقول هي التي يعملونها، وعايزين السياسات والبدع والمحدثات والفلسفة وعلم الكلام، كل ما لم يكن يعني دينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بدين، لأن الدين قد اكتمل فلا يحتمل الزيادة. اللي عايز يتكلم في الدين يبقى من جواه، من جوه النصوص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يبقى اللي كان موجود في ذلك الوقت دور حواليه، كن معه، وإلا فالخذلان والبعد عن الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال ابن جرير: رضيت لكم الإسلام دينا بالصفة التي هو بها اليوم والحال التي أنتم عليها اليوم منه دينا، فالزموه ولا تفرقوه. وكان قتادة يقول في ذلك: ذكر لنا أنه يمثل لأهل كل دين دينهم يوم القيامة، فأما الإيمان فيبشر أصحابه وأهله وبعد ويعيدهم في الخير، ويعيدهم في الخير حتى يجيء الإسلام، فيقول: ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إياك اليوم أقبل وبك اليوم أجزي. وأحسب أن قتادة توجه معنى الإيمان بهذا الخبر إلى معنى التصديق والإقرار باللسان، لأن ذلك معنى الإيمان عند العرب. هذا في الحقيقة بعض معنى الإيمان عند العرب، أو أشهر معاني الإيمان عند العرب، وإلا فالإيمان قول وعمل باتفاق أهل السنة. قال: ووجه معنى الإسلام اللي هو قتادة يعني إلى استسلام القلب وخضوعه لله بالتوحيد وانقياد الجسد له بالطاعة فيما أمر ونهى، فلذلك قيل للإسلام: إياك اليوم أقبل وبك اليوم أجزي. لكنه خبر موقوف على قتادة، وذكره بلاغا ذكر لنا، لم يذكر من الذي ذكره، فليس هذا بخبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر من قال: نزلت هذه الآية بعرفة في حجة الوداع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر حديث طارق بن شهاب قال: قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر: إني لا أعلم حين نزلت وأين نزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت. أنزلت يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا. هو سفيان مش شاكك في الموضوع قد ما هو شاكك الراوي قال له كده ولا لا، والروايات الثابتة في ذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله،
على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.